الفاصوليا هذه اي اكيد بحبها جيبونها صح اعطوني طبعا السوشي من الاطعمه اليابانيه اللي تخطط الحدود حدود الزمان والمكان في كل مدينه وفي كل بلد نلاقي اكيد من محبي هذا الطبق المفضل وطبق السوشي المفضل لقلبي طبعا اي وانت تحبين مره السوشي وهذا الشيء طبعا يخلينا نقول انه سوشي من الوجبات المفضلة عند لميا ويمكن مفضلة للناس لكم أنتم كمان لأنه لفة الرز عليها والأشياء المصنوعة كذا والكرابس أوه ما يحتاج أنا أقدم الفقرة خلاص إنه أنت فاهمة كل شيء أنا ماني فاهم كل حاجة فيه بس اللي يعرف إني أعرف آكل في الشيء المهم إنك تأكله يعني تحبه بالنهاية بس هذا يعني الحمد لله فمنورتنا شيف أماني والله أنور بيكم أهلا وسهلا الله يسعدك طب خليني أول شيء أبدأ أسألك أنت سافرت اليابان قبل كذا يعني ولا شيء ولا اتمنى اني اسافر حلو كيف تعلمتي وحبيتي الشغف السوشي والله في البدايه يمكن دكتور احنا كنا مسافرين برا يعني في ماليزيا فكانت هي اول تجربه لي حلو وكان يعني اول ما دكتو كذا شيء لذيذ قعدت افكفكته ها تفكفكين ايش فيه؟ ايش هو ده يعني وبكتشف ايش اللي جواته عرفت انه هو رز عرفت انه كان في كراب وكان في شيء بالشريم حلو بس قعدت ابحث في البدايه ايش هو ده اللي كنت شايفينه الاسود هذا الاسود هذا ايوه ايش اسمه ما ادري والله هذا هو ولا يعني ما احتاج ادقق انه ما كنت اعرف ايش هو فقعدت ابحث وكذا زوج اختي الله يديه العافيه كان هو صراحه الداعم كثير لي ايوه لانه انا وهو الوحيدين كنا ناكل سوشي ما حد كان ياكل في العائله سوشي غيري انا وهو اوكي فقال لي هذا اسمه ورق النوري اسمه ورق النوري سمك ذا ولا ايش؟ لا هذه عباره عن ورق حقيقي لا مو ورق حقيقي هذه اعشاب بحريه او ممكن نقول اللي هي الطحالب بتتجفف وتنكبس وبيعملوها اللي هي يقولوا لها هذه مي قادرة تمسك نفسها ماني طب خلينا نتكلم عن انواع السوشي اللي عملت لنا اياها اليوم ما شاء الله يعني قبل ما ايوه شكرا يا الله هذه المصيبة اللي عندي اليوم زي ذاك اليوم ما بعرف اوكي لازم تتعلم يا وش زينة اوكي قولي لنا ايش هذه الاطباق الموجودة هذه سبيشل كاليفورنيا شيء زي كذا الكاليفورنيا هنا عندك عاملين كاليفورنيا الكراب هنبدا من هنا من البدايه عندك سمك فيليه هنا يمسك كذا أيه. اوكي اجيب لكم شوكه ممكن تبي شوكه لا 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 اوكي هذا سمك فيليه وهذا معاه كريسبي عندك هذا الطبق صراحه هو اكثر طبق يمكن ينطلب ايوه عندي اللي هو كريسبي تشيز بالدجاج والله اني افكره تمر لا عباره عن هو نفس السوشي بعد ما بعمل الرول باقليه في الزيت بيكون هذا اللي تعرف دقيقة هذا اللي تعرف ها مو راضية تمسك هذه هذا اللي تعرف ما عجبتني اها شوفي ها 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 طالعي طالعي ها بس كبيرة كبيرة شوفي ولا اسهل منها انا علقت حلو الحمد لله طيب وهذاك هنا عندك دجاج ترياكي هذا دجاج وطبعا المميز عندي في البداية حقول لكم عليه انه هو حيكون كله مطبوخ هذاك الصحن هذاك الصحن ايوه تفضلي يا رب ما تزحلق يا رب ما تزحلق يا رب ما تزحلق ليه تتزحلق الستكس عندك؟ والله ماني قادره امسكهم اعطاني عين بسم الله علي ايوه عندك الكراب ده عملته بصوص الميسو صوص الميسو مع مايونيز وليمون اليوزو هذا ايش؟ هذا كريسبي تشيز بالدجاج نايس مغلف ببوكسومات اللي هو الياباني بس نقول لكم يعني المكونات تصير ايش كيف تستمتعوا تستمتعوا وتاكلوا وتتخيلوا حقيقي مره لذيذ ابدوك هذاك كمان الاسود هذا يفوز مو طبيعي هذا تفضلي بس بعرف انا عارفه ايش بعرف ابعرف ليش دخلتي الدجاج وال الدجاج ايوه السوشي ما يعني في الاغلب طبعا ما في عليها اعوذ بالله منك ما انت اللي جوعانه مره مشكوفه عينك عليها والله ما طالعت فيها ولا انتبهت انا قاعده افكر وش اكل اللي بعده الحمد لله بالعافيه فين كمان السلمون جربي
سلمون مع كراب. بس ده لسه ما وفطت له الصوص. طب ايوه خليني ابغى اسالك اكثر الناس طلبات بالنسبه لك ايش هم، ايش اللي يطلبوه اكثر شيء؟ صراحه انا عملت التشكيله دي اللي الاغلب دائما بيطلبني اياه، بس في نوع يعني اعتبره التوب اللي هو الكريسبي تشيز. هذا يعني هو اكثر طلب، ما انه يمكن بحكم انا من مكه، اهل مكه اغلبهم يمكن بيحبوا يميلوا للدجاج اكثر. ايوه للدجاج اكثر. البحريات يمكن مو كثير. دخلتي الدجاج في السوشي بالضبط. واو ممتاز. طب ايش اكثر الصوصات؟ لازم تتكلم عن الصوصات. فصوصات فظيعه فظيعه حقيقي. انت اللي تسوينها صح؟ أيوة. فهذه خلطاتك صح؟ خلطاتي. ايش الدايناميت شريم اللي عندك؟ اللي هو صوص الدايناميت. وفي هنا كمان عملت لكم شريم. وايش كمان عندك صوصات؟ في هذا الصوص اللي هو كان مع الكراب اليوسو، وفي هذا الصوص. انت اللي تسمينها؟ لا هو يوسو. هذا احس انه من عندك. لا والله مو من عندك. اسم حقيقي يعني؟ ايوه اسم نفس ال المكون نفسه. يوسو ايوه. فبنضيف عليه المايونيز وبعض الصويا صوص واشياء زي كذا. كم ياخذ منك وقت انك تسوين السوشي هذا عشان تصنعينه؟ السوشي صراحه ما ياخذ وقت كثير، بس تحضير اهم شيء. ان كان التحضير كله جاهز بعد كذا اللف التشيدات مره يعني ما تاخذ دقائق. يعني لو في احد طلب منك اوردر كم ياخذ وقت عشان انت تحضرينه وتوصلينه ويوصلهم الى البيت؟ ممكن نقول على حسب الاوردر، ان كان مثلا كميه زي هذه ممكن تاخذ ساعه. ساعه بتتحضر وبعدها تتحضر وبعد كده خلاص تبدا للتوصيل، تكون جاهزه للتوصيل. واو. طيب اكثر اقبال على الطلبات الموجوده عندك من الناس، ايش اكثر الطلبات اللي بيطلبوها منك؟ تقريبا هي هذه يعني زي ما قلت لكم، يمكن الدجاج اكثر شيء. الدجاج اكثر شيء. ايوه الدجاج، وبعدها شريمب السمك الكراب. واو ممتاز صراحه، نورتينا وشرفتينا. دوق الصوصة الجديدة الثانية. هذا اكيد حندوقه، بس نتمنى لك كل التوفيق. يا رب. وان شاء الله يعني نشوفك صاحبة مطعم، اكبر مطعم سوشي موجود صراحة يعني السادية. من جد انا مرة سعيدة بوجودي معاكم وشرف لي. واحنا اسعد اكيد. اكثر شيء بنبسط فيه انه لما اسمع الناس لما بياكلوا سوشي يقولوا واو حببتيني. الحمد لله. ايوه اني انا قدرت اوصل يعني شيء كنت انا احبه واعشقه للناس بطريقه يعني بلمسات يدك، طريقه سوشي موني. تستاهلي. فعلا والله الله يوفقك، وزي ما قالت لمين نشوفك منها واعلى يا رب. يا رب. ونوعدك انه هذا حيمسح اصلا، بس يعني مستحين قدام الهوا. وفي كمان لدي مامي. يا اكيد اكيد هذا طبيعي. شكرا لك موني، واكيد خلينا نودع مشاهدينا. مشاهدينا وصلنا لختام حلقتنا اليوم، نشوفكم بكره في حلقه جديده. نتمنى تكونوا استفدتوا واستمتعتوا معنا، واقول لكم في امان الله. مع السلامه، بكره ان شاء الله. ها واضح اني ابغاكم اي مره.